يعني هو موضوع مشابه الى مبادئ الصيدله، به بعض الرياضيات مثل ما قلت لك، به بعض التفاصيل، به بعض الاسي. هو اعتقد الكورس مالته ينتهي، الكورس مالكم ينتهي اعتقد بالسادس، نهايه السادس او من هذا الشيء، من هذا القبيل. شفت محاضراتكم، محاضرات بسيطه، انا شفت يعني محاضره اليوم نوعا ما بسيطه، ابسط من مما كانت عليها عندنا بالكورس الاول، سهله ما بها تفاصيل. وانا اشرت على طبيعتي من انطيكم المحاضره، بعد ارجع انا اقراها واشر شغلات مهمه، فحضرتك تقدر تاشر وياي الشيء اللي ملونه اني، وبنفس الوقت ذات الاجهزه كذا مره ثانيه ماكو مشكله. خلي اسجل لكم المحاضره قبل ما ابدا التسجيل، انا نسيت تسجيل فيديو، وحتى الطلاب اذا يردون يراجعون. اي هو راح ابدا اسجل المحاضره، خلي افتح باب التسجيل عندي هنا أنا. برنامج ما ريكوردينج. هذا فيديو ريكوردر فول سكرين. اوكي نسوي لنا فيديو ريكوردينج. اوكي فاحنا نستمر بالماده. احنا موضوعنا هي الفارماسيوتيكال كالكوليشن، يتقسم الى عده مواضيع. واحد من عندهم هو ديليوشن اند كونسنتريشن اوف ذا فارماسيوتيكال بريبريشنز. طبعا المصادر المعتمده عندنا تقريبا هنا ثلاث اربع مصادر كلها نفس العنوان، مصادر الكتب يعني. اول واحد فارماسيوتيكال كالكوليشنز اللي هو اعتقد الطبعه السابعه، اشوف لكم الطبعه مالتها. الثاني ايضا فارماسي هاند بوك اوف فارماسيوتيكال كالكوليشن فور فارماسيست اند تكنيشنز، واعتقد اكو ثالث همات نفس المعنى او معنى مقارب له. انا بالنسبه لي محاضراتك انا كماده ما تكافي، اذا تلتزم بها كلش كافي عندي، لكن اللي اريده منك تقرا زين مثل ما قلت لك، اللي اريده من عندك تحضر الكويز اللي بعده، اللي اريده من عندك بالامتحان تركز بالاجابه، خاف يصير امتحان حضور على الكورس الثاني، ما نعرف احنا وضعنا. ما اريد يصير عندكم ارباك مثل ما صار بالكورس الاول بالامتحان مال الفاينل، بحيث طلاب يقولون هذا فد شيء ما منطيناه معطيات ما منطيناها، واحد يقول هذا السؤال اكو به مشكله، واحد يقول اكو هذا السؤال كله مش شابهات. انا جبت اسئلتي مال واحد مركز بالقراءه، انتم شفتوا حضراتكم جبت اسئلتي خاصه الام سي كيو، جبت مال واحد قاري زين ومركز ويركز على الحكي مالتي، انا حتى اكون بالحكي شويه تلاعبت بي، انا هاي طبيعه اسئله مالتي شويه اركز بالموضوع واتلاعب بالحكي شويه. فاريدكم تركزون بالقرايه. حطيت الامس الاسي الشرح وحطيت البروف باس حتى شويه الطالب يقدر يرفع من نفسه. اللي اريده من حضراتكم تقرون زين، هاي رقم واحد، تراجع الماده، تعتمد على المحاضره، انا محاضرتي كافيه كاسئله. تحضر نفسك الى كويز كل اسبوع، الهدف من الكويز مو بس تقييم للطالب، الهدف ان الطالب يقرا ويكمل المنهج مالته، ما يصير عنده تراكم. احنا صيدله تعرفون حضراتكم نظامنا كورسات، ما اريد طالب لا سمح الله ما يجاوب يعبر للشهر التاسع، الكورس الاول جزء تعرفون بالكورس، او اذا طالب رسبي يعني يحمل الماده للشهر التاسع يمتحن بها دور ثاني، انا ما اريد هذا الطالب، ولا الكورس الثاني ايضا يمتحن بها للثاني، تعرفون حر وصيف وجايك تموز يعني تعب نفسي للطالب انه يوقع دور ثاني يشيل بالتاسع، يصير عنده يعني تاثير نفسي، حاله نفسيه مو صحيحه ضد نفسه، ويشوف زملاء عبره وللسنه اللي وراه هو بعده متعلق ما يعرف ينجح ولا يرسب. فانا اللي اريدكم تشدون حيلكم، هاي رقم واحد، تقرون زين، ما اريدكم يعني تتخاذلون بالماده، هي احنا كليه صيدله كليه دائما يصير بها تراكمات بالمحاضرات والمواد تصير كبيره، لكن احنا شوي شوي تكملوها. انا من ايام ما كنت بقدكم كم كان عندنا تراكم ونحاول قدر الامكان نلحق على الماده، فما اريدكم تصيرون يعني تتقاعسون بالماده بحيث يصير عندكم دور ثاني لا سامح الله، لان الدور الثاني صعب وتعب والطالب يتاذى وحار ونفسيته تتاذى انه باقي التاسع وما يعرف مصيره شنو. وايضا انه قدام زملائه يعني او هو بينه وبين نفسه ويا زملائه يحس انه هو فرق عنهم، فحاول شد حيلك والباقي على الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم هو ديليوشن اند كونسنتريشن، انه احنا شلون نخفف الادويه وشلون نزود تركيز الادويه. يعني المقصود بهذا الكلام انه مثلا انا عندي دواء، تعرف الدواء تالف من جزئين، الجزء الاول هي الماده الفعاله هاي رقم واحد، والجزء الثاني هي المواد المضافه، قد تكون هاي المواد المضافه هي مواد مخففه مثل المي او الكحول، وقد تكون اضافه على هاي المي والكحول تكون مواد تمنع التاكسد، تمنع الاكسبايريشن مالتها، تحافظ على الشكل مالته، تعطي لون للدواء، تعطي طعم او نكهه للشراب مثلا، او قد تكون هدف من عندها تحافظ على الدواء من الشمس، تحافظ على الدواء من الاكسباير، من البكتيريا، من العفن. احنا هاي كلها دارسين باول محاضره باول كورس باول سلايد،
انه العلاج يتالف من مادتين، الماده الفعاله رقم واحد والمواد المضافه، والمواد المضافه قسم منها مواد مخففه كم الحجم، ومواد عطريه الطعطر، ومواد تطنكها، مواد تطي شكل الدواء، مواد تطي اذابه، سرعه اذابه، وغيرها من هاي الامور الكثيره. فبعض الاحيان احنا نحتاج نخفف هذا العلاج، نحتاج الى انه العلاج هذا نضيف له نسبه من الكحول، او نضيف نسبه من الووتر، من الدستل ووتر، من الماء المقطر، واحيانا اخرى لا احنا نحتاج نزود تركيز هذا العلاج. احنا هسه اليوم ناخذ الى مقدمه عن هذا الموضوع اللي هو الديليوشن ات كونسنتريشن، واحنا موضوعنا طبعا محاضراتنا كلها باوربوينت. فنقول the concentration of appropriate of upon preparations may be decreased، يعني التركيز مال الماده اما يقل عن طريق اضافه مواد مخففه او يزداد عن طريق زياده التركيز. طبعا عمليه التخفيف شلون؟ نضيف مواد مذيبه او ديليوانت، مواد مخففه، سواء كان هاي الماده مي ووتر ديستل ووتر او دي ايونايز ووتر منزوع الايونات، مي منزوع الايونات، او انا اضيف لها كحولات حسب الماده اللي احتاج انا اضيفها. بالحالتين او احيانا اضيف لي باودر، يعني مثل التراكيب اضيف له مثلا لاكتوز باودر حتى اخفف. بالحالتين انا خففت بالماء او خففت بالمواد الصلبه مثل اللاكتوز باودر او خففت بالكحول، فاني اشوف انه تركيز الماده الفعاله راح يقل. مو معناه انا شلت ايدي من دخلت ايدي بالدواء وسحبت الماده الفعاله، لا، كميه الماده الفعاله باقيه نفسها، مثلا 5 غرامات تبقى 5 غرامات، لكن نسبتها قلت شلون؟ عن طريق اضافه المواد المخففه اللي زودت الحجم مال العلاج بشكل كامل، ولكن بنفس الوقت تركيز هذا العلاج قل. هذا سوى عملية ديليوشن. عملية كونسنتريشن يعني تركيز، هاي تتم عن طريق سحب المي أو عن طريق سحب الكحولات بدون، أو أحيانا أقدر أنا أضيف مادة فعالة، فأني أزود التراكيز أما أضيف مادة فعالة أو لا، ما تلاعب المادة الفعالة، حافظ على المادة الفعالة، لكن شو أسوي؟ أما أضيف عفوا أسحب المي عن طريق التبخير، او اسحب الكحول عن طريق افاعله بمواد كيميائيه بحيث يتطاير يتحول الى غاز او ثاني اكسيد الكربون يتبخر او غيره. فبالحالتين اني اسحب الديليوانت المقصود به المواد المخففه راح يصير عندي زياده بالكونسنتريشن. سحب مواد الديليوانت يتم بطرق مختلفه، يتم بآليات مختلفه، مرات انا احتاج اسوي ايفابوريشن تبخير، عمليه تبخير حتى اسحب المي، ومرات لا اني ما اقدر ابخر، يعني تعرف حضرتك التبخير يعني عمليه تسليط حراره على العلاج، يعني انا جايب علاج مثلا ماده علميه ويا مواد مضافه ويا المي، فمن اريد انا ابخر احطه على مثل نار معينه بدرجه الحراره 120 فما فوق، فاني صح ابخر اضيف حراره، لكن في بعض الاحيان من اعرض الدواء للحراره الدواء راح يتلف او يتاكسد. فبالرغم فبالبدايه كان هدفي انه ازود التركيز عن طريق ابخر المي اللي هو الديلوان، الحراره او سلطه الحراره على هذا الدواء راح الماده العلميه تتحلل او تتكسر. فبهيك حاله انا احتاج ابخر المي لكن بدون، او عفوا اتخلص من المي لكن بدون تبخير، اخلي المي مثلا يتبخر بدرجه حراره 8 درجه مئويه، يعني درجه حراره الثلاجه. شلون هاي السالفه؟ هاي المساله شلون تصير؟ عن طريق بدل ما انا اسلط حراره على العلاج اسوي لايفولايزيشن، لايفولايزر. اللايفولايزر شنو؟ اقوم اسحب الضغط. طبعا ما ادخلكم تفاصيل كثيره، لكن طرق التبخير او طرق تقليل التركيز، اما انه اسلط حراره وهي مو دائما مفضل، لانه الماده العلميه تتعرض الى درجه حراره قد توصل الى 150 درجه وتتلف، او طريقه ثانيه اسويها اللايفولايزيشن اللي هي اسحب الضغط، اسوي نيجاتيف بريشر، فاقوم ماده تبخر بدرجه حراره 8 درجه مئويه الى 20 درجه مئويه، فشوف التهويه هي بارده الماده لكن قمت تتبخر عن طريق سحب الضغط. طرق الحسابات الصيدلاني او تبسيط الحسابات الصيدلاني شلون؟ اولا لازم انا الريشيو اللي جايتني احولها مثل 1 على 50 احولها على شكل نسبه مئويه، او احولها على شكل كسور عشريه، يعني فراكشنال يسموها فراكشنز. فاذا كان جايتني مثل 1 سلاش 50 او خلينا نقول اور 1.2 شارحه 50، إذا جت بهذا الشكل فأني أمامي خيارين، أما أحولها على شكل بيرسنت اللي هي مثلا 2% أو أحولها إلى 0.02 كسور عشرية. هذا راح يبسط لي حسابات الرياضية، يعني إذا أخليه مثل ما هي راح يصير عندي صعب بالتعويض وصعب بالحسابات الرياضية. فالواحد على 50
اللي 1/50 او 1.2 شارحه 50، اما احوله الى 2% او احوله 0.02 فهذا يسهل عليه الحسابات الصيدلانيه. هذا رقم واحد. بعد ضمن الامور اللي اسهل بها الحسابات مالتي، اني واحده من الامور اللي ابسط بها الحسابات انه اقلل او اختصر. يعني شلون؟ يعني مثلا عندك انت 25.2 شارحه 75، انا اقدر اكتب هاي 25.2 شارحه 75 الى 1.2 شارحه 3. هاي طريقه انا اقدر اسهل بها حسابات صيدلانيه، بنفس الوقت ايضا انه اتلافى الاخطاء اللي ممكن تصير عندي من عندي ارقام كبيره. يشوفون حضراتكم من تشتغل بالحسابات بالحاسبه، مرات الارقام الكبيره تسوي عندك اشتباه بالتطبيق، واحيانا تطلع عندك ارقام غلط. فانا حتى اتخلص من هاي الاشكاليه ايش اسوي؟ الارقام الكبيره اتخلص من عندها. فال 25.2 شارحه 75 او 0.2 شارحه سلاش 75 اختصر الى 1/3. يعني هاي هنا اقسم على 25 يصير 1، وال 75 اقسمها ايضا على 25 فيصير 3، فاكتب 1/3. هذا راح يختصر لي كثير من الخطوات، انه اولا الواحد على 50 او 1.2 شارحه 50 احوله الى نسبه مئويه الخطوه الاولى، او انه لا او اللي بعدها انه الحسابات الرياضيه او مثلا 25 على 75 احاول انا اختصرها بحيث انه اسويها 1.2 شارحه 30. بعد عندي اكو نقاط اضافيه احتاج اضيف يعني اتناقشها او اطرحها. If a mixture of given percentage or ratio strength is diluted to twice. شوف هاي نقطة جدا مهمة. يعني اكو امور عقلية. اذا انا مثلا عندي مادة تركيزها مثلا 5 غرامات، كمثال اوضح لك الفكرة، مثلا مادة فعالة تركيزها 5 غرامات موجودة مثلا بنص لتر مي. من انا اسوي نص لتر احولها الى لتر اخففها للضعف. فانا اتوقع هاي نسبة ال 5 غرامات راح تقل. اوكي؟ يعني خليني اوضح لك بالشكل التالي. عندك انت 10 غرامات، خليني ابسط لك اكثر، 10 غرامات موجوده بلتره مي، فتركيزها 1%، 10 غرامات موجوده بلتره مي تركيزها 1%. من انا اجيب لتره ثانيه مي واضيفها عليها، فصحي ال 10 غرامات نفس النسبه نفسيتها، لكن النسبه قلت للنص. ليش؟ لان انا خففت للضعف. فاذا كان عندي ماده علميه موجوده بماده مخففه، وانا هاي الماده المخففه ضاعفت كميتها، بدل ما كانت لتره واحده صارت عندي لترتين، فمعناها تركيز هاي الماده او نسبه هاي الماده، الكلمه الصحيحه نسبه هاي الماده، نسبه هاي الماده قلت الى النص. وراح اعطيك هاي الامثله موضحه قدام حضرتك. عندك مثلا 50 مل من سوليوشن، هاي ال 50 مل تحتوي على 10 غرامات من الماده الفعاله. فنسبه الماده الفعاله 10 غرامات على 50 مل هي 20% او 1/5. من انا اخفف ال 50 مل اضيف بعد فوقها 50 مل ثانيه، فايش اتوقع؟ اتوقع اولا ال 20% راح تقل، راح تصير 10%. ليش؟ صح انا عندي نفس ال 10 غرامات ما ضفت من عندي بعد غرامات، لكن الحجم الضعف، فكان من اقسم ال 10 غرامات على 50 مل يطلع لي 20%. هسه من صار عندي بالجديد 100 مل، فمن اقسم ال 10 غرامات على 100 مل راح يصير 10%. فأنا من أجي أحافظ على تركيز المادة الفعالة، لكن الحجم الكلي أضاعفه يعني أخففه، فأتوقع أن النسبة المئوية للمادة الفعالة راح تقل إلى النصف. فكان مثلا 50 مل يحتوي على 10 غرامات، نسبة ال 10 غرامات هي 20%. من ضفت 100 مل أو من سويتها 100 مل ضفت بعد 50 مل، فصارت نسبة ال 10 غرامات 10%. فلاحظ نقطتين، أولا the original volume is doubled، الحجم الكلي ضاعف صار 100 مل بدل ما كان 50 مل. واثنين the original strength is now، يعني نسبة المادة الفعالة is reduced by one half، كان قبل 20% صار هسه حاليا 10%. فضمن النقاط المهمة انه اني من اضاعف، اخلي بال هاي النقطة، انا من اضاعف الاحجام اتوقع التراكيز تقل الى النصف. زين، شوف هنا انا وضحت لك اكثر، 10 غرامات كان موجود عندي انا مخليه ب 50 مول، فواحد على 50 نسبته 20%. بعد ديليوشن افتر ديليوشن، يعني انا عندك راح احط لك بين قوسين، يعني افتر اديشن اوف انذر 50 مول، بعد اضافه 50 مول ثانيه. اوكي، فانا بالحاله الثانيه ضفت لي 50 مل، ف
فصار عندي تخفيف الى الضعف، ولهذا احنا نقول doubled. زين عيني، ولهذا انا اقول doubled. فبعد ما صار عندي doubled فصار 10 غرامات على 100 مول صار 1 على 10 وصار 10%. فاشوف انه الاهل حجم الضعف من 50 مول الى 100 مول، لكن النسبه قلت من 10% الى عفوا من 20% الى 10%، معناها صار التركيز قل الى النصف. زين، بعد انا قلت خل اضيف بعد، سويته 200 مول يعني بعد اضفت another 100 مول، ضفت بعد 100 مول ثاني. فالصراحه صار النسبه شفنا ضعف مرتين. النسبه ايش راح تصير؟ 10 غرامات من اقسمها على 200 مول، هاي مول، وانا خليني اوضح لك اكثر. زين عيني، هنا صار عندي after addition of another 100 مول، فصار عندي الحجم الى 200 مول. فاشوف هنا انا عندي عفوا اشوف عندي صار 200 مول، فالحجم الضعف مرتين، فالنسبه قلت، كان قبل 20% صارت 10% صارت 5%. لهذا if the amount of active ingredient is remain constant، اذا كانت كميه الماده الفعاله بقت ثابته اللي هي 10 غرامات نفسيه على ما تلعبت بها، any change in the quantity of solution، اي تغير في كميه المحلول. وطبعا الطلاب ركزوا على هاي الحكايه، هاي حكايه جدا مهمه، زياده الحجم باضافه المواد الديلوانت واضافه المواد المخففه. مرات انا الماده المخففه هي سائل يعني ووتر مثلا فاضيف مي، مرات لا الماده المخففه هي باودر يعني مثل ايش عندك نقول لاكتوز. تعرف حضرتك بالتراكيب احيانا من احضر لي حب احتاج اضيف، احيانا انا احتاج اضيف باودر، فسواء كان هذا المخفف هو ماده صلبه او ماده سائله، فبالحالتين ادى نفس الغرض هي عمليه التخفيف. فاحيانا انه الماده المضافه تنقاس بالمول لانه الماده صلبه، واحيانا الماده المضافه تقاس بالغرامات او بالملغرامات لانه الماده سائله. فنرجع لموضوعنا، فنقول any change in the quantity of solution، اي تغير في كميه السوليوشن قصد به المحلول الكلي عن طريق اضافه المواد المخففه، or the total weight of solid، شوف ما انا قلت لك انضيف مواد صلبه فالحجم كله عفوا الوزن كله يتغير، is inversely proportional to the percentage of ratio strength. خلينا نقرا مره ثانيه حتى نفهم اكثر. If the amount of active ingredient remain constant، اذا كان كميه الماده الفعاله هي ثابته 10 غرامات ما متلعب بها، فاي تغير بالحجم الكلي او بالكميه الكليه للوزن يعني للماده، يعني اي اضافه من المواد المخففه راح يخلي النسبه المئويه للاكتيف انجريدينت تقل النص، فنسميه احنا انفيرسلي بروبورشنال يعني تناسب عكسيا، يعني معناه كل ما انا اضيف مواد مخففه كلما نسبه الماده الفعاله تقل، ولا راح نسميه انفيرسلي بروبورشنال. شوف هنا انفيرسلي شنو بروبورشنال؟ يعني يتناسب عكسيا. تعرفون حضراتكم اكو دايركتلي بروبورشنال يتناسب طرديا، واكو انفيرسلي بروبورشنال يتناسب عكسيا. فتناسب عكسي مقصود شنو؟ كلما اضيف ماده مخففه كلما ازود الحجم كلما تقل نسبه الماده الفعاله. وشفت حضرتك ال 10 غرامات على 50 مول كان نسبه ما تشوفون نسبه الماده الفعاله ثابته ما متغيره. من ضاعفت الحجم فانفيرسلي بروبورشنال يتناسب عكسيا، فنسبة المادة الفعالة قلت، كلما أضعف الحجم كلما نسبة المادة الفعالة تقل. هنا أنا ضفت another 200 مليلتر أيضا نسبة المادة الفعالة 5%، كانت 20% صارت 10% صارت 5%. شوفوا هنا التناسب العكسي، كلما زاد الحجم كلما قلت نسبة المادة الفعالة. أوكي، عندك if the amount of active ingredient remains the same، شوفوا هنا أنا 10 غرامات نفسيتها، أنا 10 غرامات أنا 10 غرامات remains the same and the total volume or the total weight get larger the concentration got smaller، يعني التركيز المادة تقل. فكلما فإذا كانت كمية المادة نفسيتها اللي يعني الغرامات أو وزن المادة نفسيتها المادة الفعالة، فكلما أضيف مخففات كلما صار نسبة المادة أو تركيز المادة الفعالة تقل. زين عيني، وبالعكس أيضا إذا أنا عندي المادة ثابتة وأنا أقلل التركيز أو يعني أسحب المي فعفوا اقلل الحجم سوري اقلل الحجم او اقلل كميه الماده الكليه، فمعناها نسبه الماده راح تزيد فيزداد التركيز. فايضا هنا علاقه عكسيه، كلما قل الحجم الكلي كلما زاد التركيز الماده الفعاله او كلما زادت نسبه الماده الفعاله. فاذا هاي نقطتين مهمات،
طالما المادة الفعالة ثابتة فأنا أمام خيارين، كلما أكبر الحجم الكلي كلما كانت نسبة المادة الفعالة تقل علاقة عكسية، وكلما أقلل الحجم الكلي عن طريق التبخير أو غيره كلما يزداد تركيز المادة الفعالة اللي هي نسبتها تكون increase أو البيرسنت مالتها increase. أوكي. Such a changes طبعا هذا يخضع إلى ثلاث خطأ أو ثلاث طرق للحل. أنا شفتها طرق الحل ذني هي متشابهة، يعني واحد يشبه الثاني إذا ما كانت نفسيتها، لكن احنا اعتمادا على المصدر الرسمي اللي هو الكتاب مالتنا الفارماسيوتيكال كالكوليشن نفس السؤال حاله بثلاث طرق. زين عيني، فاني اذا اجيب لك بالامتحان اقول لك حل هذا السؤال، مرات انا اطلب من عندك تحله بطريقه واحده، انا اقول لك حل بطريقه واحده، ما احدد لك الطريقه، الطريقه اللي تعجبك. ومرات اقول لك حل بثلاث طرق، هذا اعتمادا على المصدر، وان كان انا شفت طريقه الحل نفسيتها نسبه وتناسب، يعني مرات يحول مرات يحل بطريقه البسط على المقام يساوي بسط على المقام، مرات لا يساوي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ولا هو نفس التطبيق المباشر، هذا التطبيق نفس هذا التطبيق، الارقام نفسيتها ما تتغير، لكن المصدر مالتنا اللي هو معتمد احنا الفارماسيوتيكال كالكوليشن يعتمد على طريقه واحده بالحسابات الصيدلانيه اللي هن شنو؟ اللي هي سي 1 على سي 2 يساوينا كيو 2 على كيو 1، السي 1 المقصود به التركيز الاول، ومرات المقصود به الحجم الاول، ومرات المقصود به النسبه المئويه الاولى، هو نفس الشيء، المهم عندك القيمه الاولى التركيز الاول على التركيز الثاني يساوي الكميه الثانيه على الكميه الاولى، من تجي تضرب الوسطين في الطرفين يطلع لك نفس هذا الشيء، سي 1 كيو 1 يساوي سي 2 كيو 2، فالكوانتيتي الاولى في التركيز الاول يساوي الكميه الثاني في التركيز الثاني. هنا السي مو دائما المقصود به هو التراكيز، احيانا المقصود به هو الاوزان، واحيانا المقصود به هو النسبه المئويه، واحيانا المقصود به هو الاحجام. اللي يريد يوضح لك المصدر، انا اريد افهمك انه دائما ضرب الماده الاولى خلينا نقول حجم الماده الاولى او وزن الماده الاولى في نسبتها يساوي ضرب الماده الثانيه في نسبتها. فالسي 1 هي الماده الاولى خلينا نقول تركيزها، والسي 2 هي الماده الثانيه هم خلينا نقول تركيزها، الكيو 2 ولهذا ما بدك تكتب يسوي كيو 1 على كيو 2 يسوي كيو 2 على كيو 1، الكيو 2 هو هو خلينا نقول حجم او تركيز الماده الثانيه على الكيو 1 اللي هو حجم او تركيز الماده الاولى. بس دقيقه خليني اوقف يعني خليني شو اسمه يعني اوضح لكم نقطه جدا مهمه هنا، بس ثواني راح اخذ من عندكم ثواني. اوكي بس ثواني خليني أكمل. السي 1 على سي 2 يساوي كيو 2 على كيو 1، ومن تجي تضرب الوسطين بالطرفين يعطيك نفس القانون الثاني اللي هو كيو 1 سي 1 يساوي كيو 2 سي 2، لكن الغريب انه المصدر اكثر من مصدر، انا شفت يعني تقريبا انا حسبت قريب الاربع مصادر كلهن نفس القانون يحلها نفس الفكره لكن يحلها بثلاث طرق، اي مساله يحاول يحلها بثلاث طرق. الطريقه الاولى انه يسموه انفيرز بروبورشن النسبه المتعاكسه اللي هي سي 1 على سي 2 يساوي كيو 2 كيو 1، والطريقه الثانيه بالفورم اللي يسميها الصيغه الكيميائيه او الصيغه الرياضيه عفوا اللي هي كوانتيتي 1 في الكونسنتريشن 1 يساوي كوانتيتي 2 في الكونسنتريشن 2. الطريقه الثالثه يسموه ديترمايننج اور ديتيرمينينج ذا كوانتيتي اوف اكتيف انجريدينت، يحسب لك كميه الماده الفعاله. هاي شويه صعبه، في بعض الامثله انا مشيت عليها تقريبا شيء ثمان امثله وبعدين انا عفتها لانه شفت الطالب شويه يدوخ بها شويه يعني يشبه اشتباه عند الطالب، واحنا بعدنا مرحله اولى فبعدنا يعني نكتفي اذا كانت الطريقه الاولى او الطريقه الثانيه كلش كافيه عليها. وانا بالحاله مثل ما قلت لحضرتك انه انا اطلب من عندك بالسؤال اقول لك حل هاي او اوجد الكميه، اذا ما حددت لك كم طريقه انت عندك الخيار تحل بطريقه واحده، اذا قلت لك حل بطريقتين او ثلاث طرق ذيك الساعه انت يعني لازم تلتزم بالحل بطريقه ثلاث طرق. لكن بشكل عام من اجيب لك مساله انا اكتفي منك بحل واحد، اريد منك تطبيقك صحيح واريد منك الناتج يطلع صحيح. ولهذا كطلاب اعترضوا بامتحان المد يعني شيء بشيء يذكر حتى ان يعني نذكر هذا الشيء ما دام مرينا على الموضوع. شيء بشيء يذكر، اكو طلاب اعترضوا بالمد انه قالوا يا دكتور احنا درجاتنا كانت بالمد مو زينه. انا بالبدايه اكد على بالحامل على موضوعين، اول شيء اريد تطبيقك صح، وثانيا اريد ناتج صحيح.
لا انا احيرك اقول لك الا بس تجيب لي ناتج صح، لانه ممكن الطالب يشتبه ويطلع رقم غلط وتروح عليه الدرجه. ولا اقول له يا بقى انا بس اريد تطبيقك صح لان جهد الطالب صح. يعني مثلا اكو طلاب ياخذ فول مارك، مثلا خلينا نقول الناتج النهائي 0.05 كمثال، يعني خمس خطوات كاتبين بشكل صحيح ومعطيني 0.05 هذا اعطيه فول مارك، لكن مثلا كاتبين خمس خطوات بشكل صح والناتج النهائي مثلا 3.5 مو نفس الناتج النهائي ما اعطيه فول مارك، لكن يجوز اعطيه اكثر من النص، ما اعطيه نص شوي اكثر من النص. او مرات راسا جايب الطالب حاله عنده على كتر ومتبع الخطوات بس ناتج انها 0.05. فقصدي بالكلام اريد منك تطبيقك صح واجابتك صحيحه، التطبيق الصح حتى اعطي مجال الطالب يحصل درجه، لانه قد تكون طالب يعني مو سهل عليه يطلع ناتج يغلط بالحسابات. انا سوياكم من كنت بقيتكم للدكتوراه هواي احيانا استعمل حاسبه، من استعمل حاسبه هواي احيانا اشتبه انزل رقم غلط، اشتبه يعني ما اكتب رقم صح ما ادقه صحيح، او مرات لا الحاسبه بها مشكله بالبطاريه او بالشحن مالتها او على الطاقه الشمسيه وشوي راح الضوء فتطلع ارقام غلط، او عطل بالحاسب وان كان العطل قليل بالحاسبات، او انا دايخ وطبقت يعني كتبت الارقام بشكل غير صح، مثل 0.78 كتبت 0.87، فما اريد الطالب خطيه يضيع حقه، فاريده يطبق وبنفس الوقت يعطيني ناتج، حتى اذا كان مشتبه بادخال الارقام بالحاسبه ويطلع ناتجه غلط هو مطبق يقدر يحصل فوق نص الدرجه، واذا كان طالب يعني مجرد انه مفكرها باله او حاسبه باختصار طلع ناتج نهمته يحصل الطالب استحقاقه. فاريد تطبيقك صحيح، اذا طلبت منك انا التطبيق طلبت منك حل هذه المساله ما محدده كم طريقه، فانت طريقه واحده جدا كافيه، طريقه واحده جدا كافيه بحل هذه المسائل، واذا كان لا انه انا حددت لك عدد الطرق فانت تحتمل لي تحل باكثر من طريقه. هنا الطريقه الاولى الانفيرس بروبورشن واللي هي الطريقه العكسيه اللي هي سي 1 على سي 2 يساوي كيو 2 على كيو 1، او الطريقه الثانيه الفورم لصيغه كيمياء رياضيه وان كانت ثانيه صيغه رياضيه، الكوانتيتي الاولى في الكونسنتريشن اول يساوي الكوانتيتي الثانيه في الكونسنتريشن الثاني، والطريقه الثالثه اللي هي اعتمادا على كميه الماده الفعاله اللي احنا نسميها السوليوت والموجوده بالمحلول او التي نحتاجها حتى نكمل المحلول الكلي. شوف هنا انا منطيك امثله، هنا انا حسبت تقريبا 17 اكزامبل، كان ترقيم اعتقد مو صح لكن رقمتها امس من قريتها من راجعتها، فرقمتها صحيح، انت تقدر حضرتك تعتمد على الترقيم ماكو مشكله، وتقدر انه ادز لك اياها مره ثانيه ما عندي مشكله، انا ادزها بالمره الاولى هدف انه الطالب يقرا حتى ما يستغرب الماده من احكي له يعرف انا جاي احكي، يبقى انا دائما اعدل لحد اخر لحظه بهدف انه ابسط الماده لا اكثر لا اقل، يعني ما اضيف فصل جديد لانه حتى ما يتعقد على الطالب، الا اللهم احتاج يعني شفنا نفسنا الوقت ما يكفينا منهجنا ما مكمل ذي الساعه انا مجبر انه اضيف بعد المحاضره. فعندك 500 مول او 15% فوليوم باي فوليوم اوف سوليوشن اوف ميثايل ساليسيليت، ساليسيليت هو جاي ملح من الساليسيليك اسيد، الساليسيليت هو ملح الساليسيليك اسيد، الساليسيليك اسيد هو الصفصاف قلت لكم اني واللي هو حامض الصفصاف اللي هو ماده كاويه ويستعمل بعض التراكب بالفطر مال الرجلين، يستعمل بعض التراكب بالفالول بالرؤوس السوداء في بعض المقشر البشر، لكن بنسب يعني يوصل لحد ماده كاويه ماده حارقه ماده سامه حسب راي ابو الجلديه طبيب الجلديه والصيدلاني وخبرته بالموضوع. المهم فالساليسيليك اسيد هو الصفصاف اللي هو يطلع من عنده ساليسيليت اللي هو ملح الصفصاف. المهم فشوف هنا أنا عندك المحلول المخفف والكحول ما كان مي زين، فمرات انا اخفف اما اضيف ديستل ووتر او دي انايز ووتر، ومرات انا اخفف باضافه الكحول، فذا كان عندك 500 مول من المحلول الكلي نسبه الميثال ساليسيليت اللي هي الماده الفعاله 15%، يعني المواد الاخرى نسبتها 85% وياي، فانا عندي 500 مول نسبه الماده الفعاله اللي هي ميثال ساليسيليت 15%، زين انا هاي الماده الفعاله ما تلاعبت بها بس غيرت الحجم، ضفت الحجم ضفت بعد 1000 مول فوقها فصار عندي 1500 مول من الماده الفعاله، فانا خففت كم مره؟ مرتين خففت، اتوقع ال 5% 15% ايش قد تصير؟ تقل الى الثلث، ليش؟ لان احنا حكينا قلنا اذا كانت الماده الفعاله نفسيتها وانا جيت خففت باضافه المي او اضافه الكحول فكلما كان تخف تخفيف علاقه عكسيه كلما تقل نسبه الماده الفعاله. فايش قايل لك؟ عندك 500 مول بنسبه الماده الفعاله 15%، جيت انا خففت الى 500 مول يعني ضعفت ضعفين، فايش قد صارت نسبه الماده الفعاله مثال ساسلت؟ الطريقه الاولى بالفورمولا
انه 500 مول في 15% يساوي 1500 في اكس، الاكس يساوي 5%. شوف كانت 15 صار لل صار 5%، يعني قل نصين، يعني صار للثلث، قلت الكميه للثلث. او مرات لا، الانفيرس بروبورشن اللي هي سي 1 على سي 2 يساوي كيو 2 على كيو 1، ف 500 على 1500 يساوي اكس على 15، فايضا نفس النتيجه تعطينا هنا عندك يساوي 5%. هنا انا منطق مثال موضح لك، كان عندي انا 15 مول، عفوا 15% نسبه الماده الفعاله، الحجم الكلي 500 مول، اجيت انا ضفت الكحول، انا كاتب لك كوتر، انا غلط، انا ضايف كحول لان اخافون بالكحول، فصار هنا عندنا غلط بالكلمه، لكن انت تعرف يعني صلحها من مكسب الكحول او ما صلحها بكيفك. فانا جيت ضفت 1000 مول بعد فوق، فصار عندي الحجم 1500 مول، كان قبل 500 مول صار 1500 مول، كان قبل النسبه 15%، المفروض ايش قد تقل، احنا قلنا علاقه عكسيه، فبما انه ضفت ضعفين فتوقع ال 15% تصير 5%. وحليت لك بطريقتين، انا هنا حال بطريقتين. زين، الطريقه الثالثه شلون؟ الطريقه الثالثه خلينا نشوف شلون طريقه الحل مالتها. باي ديتيرمينينج اور ديتيرمينينج، اللي هو ديتيرمينينج تلفظها او ديتيرمينينج، الاصح اعتقد انا سامع اكثر مره كان اساتذتي يقول ديتيرمين. Determining the quantity of active ingredients. شلون؟ نقول 15% احنا ماخذينها نسبة المئوية بالفصل الأول، تعني 15 مول لكل 100، 15 مول من مثال سلسلة الأكتيف إنجريدينت لكل 100 مول من المحلول. فهسه الدور أبدأ أسوي نسبة وتناسب، أقول إذا كان عندي 15 مول من المادة الفعالة موجودة ب 100 مول، زين عيني، فايش قد نسبتها او ايش قد حجمها بال 500 مول؟ يعني مو قلنا نسبه تناسب 15%، شنو معنى 15%؟ معنى 15 مول لكل 100 مول، او اذا كان ويت باي ويت 15 غرام لكل 100 غرام، او ويت باي فوليوم، فقلنا عندك 15 غرام لكل 100 مول، فهنا 15% ويت باي فوليوم باي فوليوم معناها 15 مول من الماده الفعاله لكل 100 مول من المحلول، فاقول اذا كان عندي 15 مول لكل 100 مول. إذا أنا عندي الحجم الحقيقي للمادة 500 مول، فأقول يا إذا الحجم الحقيقي للمادة بما أنه 500 مول، فإذا الكمية الكلية أو الحجم الحقيقي للأكتيف إنجريدينت هو 75 مول. أرجع أشرحها مرة ثانية. أنا قال نسبة 15%، 15% شنو معناها تتفسر؟ 15 مول لكل 100 مول من المادة الفعالة. زين، إذا أنا عندي 15 مول موجودة بكل 100 مول، إذا أنا الحجم الحقيقي اللي هو 500 مول، فإذا حجم المادة الفعالة للمثال سلسلة ايش قد؟ هي 75 مول. زين، ارجع مره ثانيه اقول سو ذات ال 500 مول اللي هي 15% ال 500 مول تحتوي على 50 75 مول من مثال سلسله. ارجع احسب مره ثانيه، الخطوه الثانيه بهاي كلها تابعه الى الفرع سي. اقول يابا اذا كان عندي الحجم الكلي ال 1500 مول هو نسبته 100%، فايش قد نسبه ال 75 مول؟ اسوي ايضا نسبه تناسب تصير 5%. ارجع اشرح لك مره ثانيه، اذا كان عندي ال 1500 مول هذا بعد التخفيف، هاي ال 1500 مول حجمها لو اقول هاي نسبتها 100% او تمثل لي 100%، فال 75 مول ايش قد نسبه، ايش قد تمثل؟ تمثل نسبه وتناسب ويساوي 5 مول. او اقدر احلها بغير طريقه، حتى هسه انا سجلتني فكره حتى اوضح لك اكثر، ارد احسب نسبه ال 75 مول بال 1500. شو اقول؟ اقول اور، شوف هاي طريقه حل ثانيه، النسبة المئوية يساوي البارت الجزء على التوتال، مو الجزء على كل في 100%، مو حكينا احنا على التوتال في 100%. هاي احنا ماخذين بالكورس الاول ولا ما ماخذين؟ ماخذين بالكورس الاول. فخلينا نقول انا احسب الجزء على كل، بدي احسب هذا 75 مول ايش قد صارت، فاقول اذا هي الجزء على الكل، مو صح كلامي لو غلط، الجزء على كل في 100%، اطلع النسبه المئويه مال 75 مول ايش قد صارت نسبتها، فاجي في 100% فيساوي، حتى هاي طريقه اسهل لك، 75 مول تقسيم 1500 مول، مو صح ولا غلط، في ملتبلاي باي او علامه اكس معناها علامه الضرب في 100% وتساوي لي 5%. اوكي، هاي طريقه اسهل لك فتقدر تعتمدها بالاجابه. لا كترزت بولد الوان الكابل احمر، زين عيني، بعد ما طلعنا الوزن، لما طلعنا الحجم الجديد مال الماده اللي هي 75 مول هذا وياه، خلينا الونه
هذا اللون. بعد ما طلعنا الحجم الجديد الاكتيف انجريدينت بال 1500 بال 500 مول، بعد ما طلعنا حجم الاكتيف انجريدينت بال 500 مول اقدر احسب اقول يا بنسبه وتناسب جزء على كل في 100%، فال 75 مول على 1500 مول في 100% ويساوي 5%. هل سوينا هنا سبيس حتى مصير يعني شيء غير واضح، في 100% مثل عيني طلع عندي 5%. فبالخطوة الأولى اعتماد على كمية المادة الفعالة سوينا حسبنا الحجم الحقيقي للمثال سلسلة بال 500 مول، عليه من اعتمدنا على 15%، قلنا يا بال 15% شنو معناه، شنو تفسير 15 مول بكل 100 مول. فمن هاي الفكرة من 15 مول بال 100 مول حسبت الحجم الحقيقي للمثال سلسلة بال 500 مول طلعت 75 مول. هنا أنا من خففت أنا قلت 75 مول، أنا نفسي تمام متلاعبية the same quantity محجين إحنا، فمن صار عندي 1500 مول أرجع أحسب مرة ثانية النسبة المئوية وأقول الجزء على الكل في 100%، الجزء اللي هو 75 مول هي ثابتة ما مغيري، إحنا ما لاعبين بالكمية الفعالة، إحنا متلاعبين بس بالحجم، فال 75 مول تبقى نفسيتها، الحجم الثاني اللي هو الجزء على الكل في 100% يطلع النسبة 5%. بشوف بالحالة الأولى كان نسبة المادة الفعالة 15% لما كان الحجم 500 مول عفوا، من جيت حولت ال 500 مول إلى 1500 مول يعني ثلاث مرات خففت، فال 15% قلت إلى 5% يعني ثلاث مرات قلت. فإذا العلاقة عكسية من 15 مول عفوا من 15% إلى 5% وكذاك من 500 مول إلى 1500 مول، فالعلاقة العكسية طالما كانت النسبة ثابتة. اوكي المثال الثاني عندك 50 مول اوف 1.2 شارحه 20، هاي شو نسميها احنا نسميها فراكشنز، نوع من انواع الفراكشن هذا بالكورس الاول زين، هاي شو نسميها شنو من انواع الفراكشن من يجاوبنا والله ما دام احنا فاتحين الشات حتى نشوف راي الطلاب راي حضراتكم. هاي النسبه دقيقه واحده يلا اسمع الاجوبه مالكم، 1.2 شارحه 5 10 او 1.2 شارحه 50 شو نسميه احنا؟ خففنا ثلاث مرات بالحاله الاولى، ريشيو ريشيو شنو ريشيو كاتب لي بالعربي؟ ريشيو ما نكتب عربي ريشيو عاش ديكم صحيح زين يعني. اذا نكمل على الماده فخلنا نشرح هاي السؤال اللي بعده نشوف فاطمه الزهراء صح ريشو عبد الكريم صحيح علي مؤيد ريشو ريشو ستران صحيح عاشت لك عبد الله شاكر كاظم ريشو ستران او ريشو. اذا نرجع بس خلينا نشوف الحفظ عن سويت بريك حتى نحفظ الماده نشوف جت حفظ من الفيديو هذا وبعدين نكمل. اوكي صار عندنا مقطعين فيديو حتى نكمل حفظ. إذن المسألة الثانية عندك 50 مول أوف 1.2 شارحة 20 اللي هو مثل ما تفضلتوا حضراتكم ريشو أو ريشو سترينث أوف ألمنيوم أسيتيت ديليوتد إلى 1000 مول، شوف كان 50 مول تخفف إلى 1000 مول كم مرة تخفف؟ 20 مرة تخفف، فإذا النسبة تقل 20 مرة. فنرجع نقول اف 50 مول اوف 1.2 شارحه 20 ويت باي فوليوم اوف المنيوم اسيتيت از ديليوتد تو 1000 مول و 1000 مول وات از ذا ريشيو سترينث. زين احنا شو اتفقنا؟ اتفقنا بهذا السلايد، خليني ارجعكم قبل ما احل هالمساله، اتفقنا بالسلايد اللي هو هذا السلايد او لا عفوا هذا rule to simplify calculation. شو اتفقنا؟ قلنا يابا انه اذا كان منطيني بالسؤال 1.2 شارحه 50 عفوا 1 على 50 او 1.2 شارحه 50 convert them into the percentage strength حتى شنو؟ simplify the calculation سهل او نبسط الحسابات الصيدلانيه مالتنا. فاحنا متفقين اذا جانا بالسؤال 1.2 شارحه 50 او 1 على 50 احنا اول خطوه نحول ذني الى نسبه مئويه اللي اما 2% او 0.02 نفس المعنى. فاول قانون اتفقنا عليه انه احنا حتى
simplify the calculations أو simplify the calculations احنا نسوي نحول الواحد نقطتين شارحة 20 إلى نسبة مئوية اللي هي أما تكون 5% أو 0.05. فقبل ما نحل نحول convert ratio into the percentage اللي واحد نقطتين شارحة تتحول إلى 5%. بعد نشتغل نفس فكرة السؤال الأول، شو نقول؟ نقول يا عبب quantity بطريقة الفورمولا، الكمية الأولى في concentration أول سوينا الكمية الثانية في concentration الثانية. الحالة الأولى 50 مول النسبة 5%، الحالة الثانية 1000 مول خففناها 20 مرة، صح لو لا؟ فصارت ايش قد النسبة؟ صارت نسبة 0.25%، قلت النسبة 20 مرة 0.25% أو 1 إلى 400، من قسم 1 على 400 تلقاها 0.25%. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي بطريقة الـ inverse proportion اللي هي C1 على C2 يساوي Q2 على Q1، وارجع أكد لك C1 على C2 مو تشتبه تسوي لي C1 على C2 يساوينا Q1 على Q2، غلط، من طبق يطلع تطبيقك غلط. C1 على C2 يساوينا Q2 على Q1، نفس المثال نفس القانون الأول، بدل ما كان فورمولا سوينا نسبة وتناسب. المهم فالـ C1 اللي هو 1000 على C2 اللي هو 50 يساوي الكمية الثانية 5% على X، فتطلع X أيضا 1 على 4 ويساوي 25%، أو عفوا هذا غلط عندنا هنا 0.25% 0.25 اللي هو 1 على 400. زين عيني شفنا، أنا اشتبهت أعتذر على هذا غلط، 1 على 400 زين. احنا بالحالتين مسجلين بابا، والزوم شويه فيه مشاكل بالداونلود، الفري كونفرنس كول يعني شوفها طريقه جدا جيده. وعندنا تسجيل فيديو جاي اجهز لكم اياه على اجزاء، وما يتحمل هو يعني ذاكره سمو قويه، فاقدر اجهز لكم اياه بنفس اليوم. Determining the quantity of active ingredient الطريقه الثالثه، حلينا بالطريقه الاولى وحلينا بالطريقه الثانيه من الشبهات، دوره حاليا ناخذ طريقه الـ quantity of active ingredient. ال 5% ايش فسرنا؟ 5 غرام لكل 100 مول، لان احنا حاكيين weight by volume. فال 5% weight by volume mean 5 غرام in 100 مول solution. فاحنا شو نقول؟ نقول يا اذا كان 5 غرام كل 100 مول، اذا انا عندي خففنا الحجم، اذا كان عفوا الحجم الحقيقي 50 مول، فطلعت الوزن الحقيقي لهذه الماده بال 50 مول، فلقينا الوزن الحقيقي هي 2.5 غرام. فاذا 2.5 غرام تمثل لي الوزن الحقيقي للماده الفعاله اللي هي الالومنيوم اسيتيت الموجوده في ال 50 مول. حليته كملنا، قلنا اذا نفترض 100%، او احلك بطريقه اسهل من هاي، ايش اقول؟ اقول ايضا استعمل فكره النسبه والتناسب، نقول انه النسبه والتناسب يساوي جزء على الكل ويساوي البارت، اوكي، بارت على توتال مضروبه في، او خلينا نقول اكس علامه ضرب، نستعمل لك علامه ضرب 100%، اوكي زين. البارت على التوتال في 100% اللي هي، او ليش حتى يعني نحل حتى تسهل المساله، دقيقه واحده، هذا المثال ناخذ هذا الصيغه نفسيتها نسخها زين عيني، وبعدين نصلحها. ناخذ بالسؤال اللي هو هنا بارت ويساوي بارت على توتال في 100%، الجزء على كل في 100%، الجزء اللي هو صار ايش قد الوزن الحقيقي اللي هو حسبناه، وين راح ثاني؟ السؤال الثاني هنا، لا شوف انا اشتبهت هنا، جزء على كل في 100%، والجزء اللي هو 25 2.5 غرام عفوا على الكل الحجم الحقيقي الاضافي اللي صار عندنا اللي هو 1000 مول، فتقدر تطلع لنا النسبه المئويه في 100% يساوي 0.25. بس خل اعدل شويه لان الصيغ رياضيه حتى ما تصير هوس على الطالب عليك، ثواني زين عيني، هاي هنا خليه، وهذا خليه شوي لي فوق اسعد
اوكي وارجع ارتبها. اوكي صار السلايد واضح. اوكي صار السلايد واضح شوي بعد. هاي سي 2 على سي 1 صعد شويه كميه قليله، وهاي ما شويه انزلها شويه. اعدادات الباوربوينت مرات يرادها شغل، لكن مع ذلك ماكو مشكله ان شاء الله. هسه هذا صار السلايد واضح عندنا. فاذا الطريقه الثانيه اللي هي determining the quantity of active ingredient، ال 5% شو تمثل لي 5 غرامات ب 100 مول من المحلول. فانا هاي الفكره من هاي ال 5 غرامات انا اريد اعرف ايش قد الكميه الحقيقيه الموجوده بال 50 مول. فاقول النسبه المئويه ايش تعطيني فكره؟ تعطيني 5% اللي هي 5 غرامات بكل 100 مول. اذا انا عندي الحجم الحقيقي 50 مول، فاذا الكميه الحقيقيه هي 2.5 غرام. بعدها انا اقدر اطبق مباشره هاي نسبه وتناسب، اقول يا بجزء على الكل في 100% يساوي 2.5 مول، 2.5 عفوا غرام، هاي هنا غلط عندي، 2.5 غرام على 100 مول في 100%، ويطلع جزء على الكل تطلع النسبه الحقيقيه 0.25%. هاي السؤال الثاني واضح. اول شيء طريقه الفورمولا ال 50 مول في 5% يساوي ال 1000 مول، شفنا انا خففت عن 20 مره، فكميه الحجم النسبه قلت 20 مره، فال 5% صارت 0.2.5% او 0.25%. الطريقه الثانيه نفس الشيء، سي 1 على سي 2 يساوي كيو 2 على كيو 1. السي 1 على السي 2 قلنا ال 1000 مول على 50 مول يساوي 5% على اكس، وايضا تطلع لي الاكس اللي هي 0.25. الطريقه الثالثه باي ديترمينينج ذا كوانتيتي اوف ذا اكتيف انجريدينت، نحسب كميه الماده الفعاله. احنا النسبه المئويه الواحد الى 20 حولناها الى 5%، فنفسر ال 5% 5 غرامات لكل 100 مول من المحلول. فارجع مره ثانيه احل اقول يا بال 5% معناها 5 غرامات بكل 100 مول من المحلول، فال 5 غرامات موجوده ب 100 مول. اذا انا عندي الحجم الحقيقي قبل التخفيف 50 مول، فاذا الوزن الحقيقي للمثال للالمنيوم اسيتيت هي او عفوا هو 2.5 غرام. هاي المساله الاولى. بعدها انا اقدر استعمل هاي الطريقه، وهاي الطريقه اسهل، اقول يا بحسب هاي 2.5 غرام بالحجم الجديد ال 1000 مول. ليش؟ لانه 2.5 غرام احنا ثابته ما غيرناها، ما تلاعبنا بالكميه الفعاله، وانما تلاعبنا بالتخفيف مال المحلول، اما نخفف او نركز، اما نضيف مخفف مثل المي او الكحول، او نركز عن طريقه التبخير او طرق اخرى. فانا ما متلاعب بالكميه كليا، 2.5 غرام فقط نفسيتها، لكن انا الحجم ضاعفته 20 مره، فبهالطريقه هاي اسوي احسب النسبه المئويه لهاي 2.5 غرام بال على الكل 2.5 غرام على 1000 يطلع لي 0.25%. اوكي. السؤال الثالث ايضا انا هنا مسويت بيه تعديلات حتى شنو؟ حتى تفيدنا بالمساله. هاي السؤال الثالث اعدل شوي هنا، انا اسف شويه، هاي الاعدادات يعني كان المفروض انا مسويها اصح، لكن شويه صار بيها مشكله لان يكون نفس الصيغه ابقلها اخليها. على كل حال يعني ان شاء الله زينه صارت اوضح هيك. زين عيني. اوكي فعندك هنا سؤال ثالث، 250 مول اوف 1.2 شرحه 800، احنا ايش قلنا؟ قلنا سمبليفاي ذا كالكوليشن. ديليوتد الى 1000 مول، شوف 250 مول سوينا 1000 مول، يعني ضعفناه 4 مرات، فتوقع النسبه تقل للربع. وات از ذا برسنتيج اوف ريشيو؟ احنا نفس الحاجه قلنا يابا سمبليفاي ذا كالكوليشن، ال 1800 يساوي 0.125. اوكي هاي السؤال الثالث احنا جاي نتناقش عليه. بس خل اشوف ال 1500 ثواني. اي يعني عندنا خلينا نسوي هنا توقف ستوب حتى نحفظ الفيديو. اوكي سيف. بس خلينا نشوف ردود تعليقاتكم. 0.25 نسبة صحيحة مو غلط مصطفى. نزلنا اللكتشر بعد تعديل ان شاء الله تدللون بسيطة. عندنا بعد شنو أسئلة؟ ليش طلع 0.25؟ ليش مو 25؟ ما احنا قسمناه ضرب حاسب يا بابا. زين عيني. الناتج الصح 0.2 عاش تيدك صحيح حسين مجيد عاش تيدك حميد حسين حميد. زين. خلي شوية أسوي بريك دقيقة واحدة بس. خلي أكمل حفظ الفيديو حتى يكمل محاضرة أجل.
المثال الثالث. اوكي طلاب، نرجع المحاضرة، نكمل التسجيل مع المحاضرة، نسوي ريكورد مور. اوكي السؤال الثالث نفس الفكرة، عنوان عندي 250 مول، نسبة المادة الفعالة مالته اللي هي 1/800 المادة الفعالة، فديلوت إلى 1000 مول، خففناه إلى 1000 مول، فمعناه أنا خففته أربع مرات، وياي أنا خففته أربع مرات، هاي الأربع مرات من خففته أتوقع الحجم يقل إلى الربع، فنجي أول شيء simplify the calculation، simplify the calculation 1/800 يساوي 0.125، هاي وحدة. اثنين نستعمل طريقة الفورمولا اللي هي Q1C1 يساوينا Q2C2، فنضرب ال 250 مول في 0.125% يساوي 1000 مول في واي، الواي ايش قد تطلع؟ تطلع 0.03125، فمن تجي تشوفها كأنه احنا خففنا اربع مرات، من خففنا اربع مرات قلت النسبة الى الربع، هاي بالطريقة اللي يسموها طريقة الفورمولا. طريقة الانفيرز بروبورشنز اللي هي نعتمد الانفيرز بروبورشن اللي هي ال C1 على C2 يساوي لنا Q2 على Q1، فال C1 اللي هو 1000 مول، ال C2 اللي هو الحجم الجديد اللي هو ال C1 خلينا نقول 1000 مول، ال C2 250 مول، و Q2 على Q1 اللي هو 0.125 على X، فنفس الشيء نطبق تطبيق رياضي مسألة حسابية نلقى النسبة المئوية الجديدة بعد ما خففنا احنا أربع مرات صارت عندنا النسبة قلت إلى الربع فصارت 0.03125. اوكي هاي طريقتين. الطريقة الثالثة اللي هي by determining the quantity of active ingredient، أيضا شوف هنا عندك volume by volume، ذاك المثال قبل كان weight by volume، ف 0.125 volume by volume شنو معناه؟ معناها 0.125 مول من المادة الفعالة لكل 100 مول من المحلول، هاي النسبة المئوية. فإذا كان عندي الحجم الحقيقي 250 مول، فأجي ألقى الحجم الحقيقي للمادة الفعالة الأكتيف إنجريدينت شو تساوي؟ تساوي 0.3125. عيد لك إياها، احنا ايش قايلين؟ قايلين الواحد على 800 حولناه إلى 0.125، شنو معناها هاي؟ معناه 0.125 جرام مثل إذا كان ويت باي فوليوم، جرام لكل 100 مول، او اذا كان ويت باي ويت 0.125 غرام لكل 100 غرام، او فوليوم باي فوليوم 0.125 مول لكل 100 مول من المحلول. فانا ايش اقول؟ اقول اذا كان عندي 0.125 مول لكل 100 من المول من المحلول الكلي، اذا انا عندي الحجم الحقيقي 250 مول، فاذا الحجم الحقيقي للاكتيف انجريدينت اطبقها بالمعادله اجي القاها 0.3125 مول، هذا الحجم الحقيقي للاكتيف انجريدينت الموجوده بال 250 مول. بعد ما خففت انا اقدر اجي احسب نسبه وتناسب واستعمل الطريقه الاسهل اللي هاي امام حضراتكم، الى جزء على كل في 100%، الجزء اللي هو 0.3125 الكل اللي هو الكان 1000 مول. ليش احنا حلنا 0.125 ما لعبنا به؟ لانه احنا قلنا الماده الفعاله تكون ثابته واحنا بالتخفيف بس نغير احجام المواد المضافه اللي هي ال 1000 مول، فبما انه الحجم تغير من 250 مول الى 1000 مول يعني خففنا اربع مرات، فاتوقع نسبه الماده الفعاله تقل للربع باعتبار انه الكميه ثابته مالتها، فنسبتها تقل للربع، فنقسم الجزء على الكل تطلع النسبه المئويه، هاي انا 5% مو صحيحه لان احنا نعتمد على الحجم الصحيح، ف 0.03125. هاي الطريقة الثالثة، بثلاث طرق حلينا، الطريقة الأولى يسموها الفورمولا، الطريقة الثانية انفيرز بروبورشن، الطريقة الثالثة ديترمينينج ذا كوانتيتي اوف اكتيف انجريدينت اللي هو السوليوت. هاي الطريقة حسبت الحجم الحقيقي أو الكمية الحقيقية للمادة الفعالة اللي هي لقيناه 0.3125 مول بالحجم اللي هو بال 250 مول. بعدها حسبت النسبة والتناسب، سويت الجزء على كل في 100%، لقيت انه الحجم الحقيقي للماده الفعاله، عفوا النسبه الحقيقيه للماده الفعاله، لانه احنا قلنا حجم ثابت مال الماده الفعاله ما يتغير بس نغير التخفيف،
فاما نخفف واما نركز، اما نخفف باضافه الووتر او الكحول، واما نركز بطريقه الايفابوريشن او طريقه ثانيه. فهنا نحن خففنا فلقينا الجزء على الكل في 100% يساوي 0.3125. هذا المثال الثالث. المثال الرابع، how much 10% weight by weight. شوف هنا النسبة، التعبير عن النسبة المئوية بال weight by weight، وحنا ماخذين weight by weight و weight by volume و volume by volume. إذا كان weight by weight 10% معناه 10 غرامات بكل 100 غرام، إذا كان weight by volume 10 غرامات بكل 100 مول، إذا كان volume by volume 10 مول لكل 100 مول. فيقول how much quantity يعني 10% weight in weight weight by weight of ammonia solution can be made from 1800 غرام أو 25% من strong ammonia. شوف هنا عندك 10% النسبة الأولى، النسبة الثانية صارت 28%، الحجم الوزن الثاني 1800، فمجرد تطبيق مباشر. الفورمولا بطريقة الفورمولا 1800 في 28% يساوي y في 10، يطلع عندي الوزن، يطلع عندي الوزن الجديد بعد ما غيرت الى 10%، زين غيرنا على 10% صار 5040 غرام. اوكي، فكان بالبدايه نسبه الماده الفعاله 10%، هنا نسبتها زادت.